إذن حياكم مشاهدينا مرة أخرى، وسعدنا جدا أن نرافقكم في هذه اللحظات الطيبات مع ظلال الأصيل، والتي كانت حلقة ثرة جدا التقينا فيها بالدكتور عبد عثمان التشكيلي والفنان، والذي تحدثنا فيها عن هموم الفن التشكيلي وهموم الفنانين السودانيين ودور الفن في إثراء التاريخ السوداني على مر العصور وفي مر التاريخ يعني. وأيضا تحدثنا عن أهمية الفن في تاريخ الشعوب ومشاكل وهموم الفنانين في السودان. التقينا أيضا عبر فقرة عن البيئة والمناخ بالأستاذة ريان عماد الدين فضل، وهي مهتمة بالبيئة والمناخ. تحدثنا فيها عن عدد من الموضوعات المختلفة، عن البيئة وعن مشاكل التلوث وما يشكله هذا الموضوع من هم كبير جدا لكل دول العالم، ودور الشباب في العمل على تهيئة المناخ وأيضا الوعي بأهمية المناخ. مشاهدينا، إذن كانت هذه فقرات متنوعة، بالإضافة إلى أيضا فقرة تحدثنا فيها عن الراحل كمال كيلا في لقاء صغير كانت أجرته الزميلة نسرين عبد العزيز سوركتي في برنامج سوداني لها، التحية وله الرحمة والمغفرة، والذي صادفت ذكرى وفاته الثاني من يناير 2021. إذن مشاهدينا، ختام حلقة ظلال الأصيل لليوم الفنان الرائع محمد بن غني، له التحية ولكم، في أمان الله. صدقني مهما بيت فلو، صدقني مهما بيت فلو.
عن الجحيم الحب وفاء كاسة حلاوة فريت وجوه راضي وسعيد بالويل طبيعي رضيان سعيد بالويل طبيعي والسيف طريق ما عم توصلوا ما عم توصلوا قاسي صعيب من أوله من أوله